حبيبي مسكي تكلياش. ها الو الو، مين معايا؟ حبيبي خلي بالك من الولاد. دي اوجه انت فين؟ المقدم علي نور الدين كان في اجازه من اسبوع، وزي ما حضراتكم عارفين الجريمه تمت امبارح بالليل. كل التحريات اللي اتعملت والمعلومات اللي جات لنا بتقول ان المقدم علي نور الدين ما كانش ليه اي اعداء، يعني الموضوع غالبا مش شخصي. خطوه معايا ما تقلقش، الفيلم لسه بادئ، كنا شغالين اعلانات. ايه هو قال لي ايه؟ وحازم انك قتلت ولاده، يا ريت يبقى عندك احساس بالمسؤوليه وتحاول تتصرف بجديه شويه. خليك في حالك يا باشا، فكك مني بقى بدل ما انت عايش في ضرب لفاهيتا كده. بس عمال يقول لي ان صح وما يصحش واعمل لي فيها مش عارف ايه، هو اصلا راسم انه متاثر، لكن بقى في الحقيقه انا اللي متضايق، انما انت حته حلوفه. تقرير الطبيب الشرعي افاد ان الوفاه كانت نتيجه نزيف حاد بسبب الاعتداء على المقدم نور الدين بآلة حادة. وده تقريبا هو نفس التقرير اللي جالنا عن الكريمتين اللي حصلوا الشهر اللي فات، واللي راح ضحيتهم المقدم صلاح عبد الحي والرائد عبد الحميد البشوتي. ماتوا بنفس الطريقه وبنفس السلاح وبنفس الملابسات ونفس المهنه، كلهم ظباط. احنا كنا معتقدين كده سعادتك في الاول، لحد لما المباحث بعتت لنا التقرير بتاع الدكتور النجيري دكتور المخ والاعصاب، مات بنفس السلاح وبنفس الطريقه. وده ليه علاقه بالظباط اللي ماتوا؟ احنا مش هنقدر نقول كده سعادتك، لان الظباط الثلاثه اللي اتقتلوا من عندنا كل واحد فيهم من اداره مختلفه، والدكتور شريف النجيري ملوش اي صله بظباط. استمر في التحريات وهتوصل لحاجه ان شاء الله سعادتك. طب احنا وصلنا لايه لغايه دلوقتي؟ والله سعادتك ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا لحاجه، بس دكاتره الطب الشرعي وصلوا لتفصيله مهمه جدا ممكن تخلينا نضيق دايره البحث. القاتل اشول، وده واضح من عمق الجرح وزاويته والوضع اللي لاقيين عليه الجثث الثلاثه. وفي اي مشتبه فيهم؟ والله سعادتك احنا عندنا ثلاثه مشتبه فيهم. المشتبه الاولاني سيد النمر، بلطجي وهربان بقاله 3 سنين وبيسيطر على مجموعة من العصابات الإجرامية،
وانا اعتقد انه عنده دافع ان يقوم بالجرائم دي، لان في خلافات بينه وبين قيادات امنيه، ده غير ان في عمليه بحث اتنفذت قريب وكانت على وشك القبض عليه وكانت بقياده الرائد عبد الحميد البشوتي، فانا اعتقد ان هو بينتقم. المشتبه الثاني سعادتك هو احمد العراقي، ده امير تنظيم جيش الجهاد، والتنظيم ده بالفعل قام باغتيالات لست ضباط في سيناء. المشتبه الثالث بقى هو ناجي الخليلي. ناجي الخليلي مجرم من اصول عربيه متعدد الجنسيات، والانتربول امر بالقبض عليه من 5 سنين، وهو رئيس عصابه دوليه بتتاجر في المخدرات والدعاره وخطف البنات من روسيا والاتجار فيهم. اوبا حلو ده، ركز انا مع الراجل ده بقى. ناجي وصل مصر من 2 سنين واتقبض عليه، وحاول ان هو يفاوض على معلومات عنده خاصه بقضيه ليها علاقه بالجماعات الارهابيه هو كان بيبيع لها سلاح، وطلب ان احنا نفرج عنه ويشتغل في سيناء، وطبعا طلبه قوبل بالرفض. ناجي هو يعتبر المشتبه الرئيسي في القضيه دي، وده لان في جهه سياديه مصريه طلبت معاونته في عمليه امنيه في اوروبا، واعتقد كده ان كان في وعد بحاجات تتقدم له، واعتقد برضو ان الوعد ده ما تنفذ، وده اللي ممكن يخليه ينتقم. عندنا اي تفاصيل لحد ليبي صله في مصر؟ ان شاء الله سعادتك في خلال ال 24 ساعه الجايين نكون وصلنا لكل الناس اللي هو اشتغل معاهم وليه صله بيهم. طيب انا مش عايز اي كلمه من اللي قلناها تتسرب للاعلام، مش عايز اي حد يربط بين الجرائم دي باي شكل من الاشكال. البلد مش ناقصه اشاعات وانفلات امني، عشان نحمي نفسنا فعلا من المشاكل دي لازم نوصل للجاني الحقيقي في اسرع وقت. انت عليك شغل كتير ومسؤوليه كبيره، يعني لو اي جريمه تانية حصلت او اي ضابط اتعرض للقتل هيبقى جزء كبير من المسؤوليه واقع علينا احنا، لأننا ما عرفناش نقبض على الحيوان اللي ارتكب الجرائم دي. اسكت اسكت. بعد اذن سعادتك يا فندم. اتفضل. استغفر الله العظيم. حظبط والله. انا بعد اذن سعادتك عملت شويه تحريات كده ووصلت النظريه ليها علاقه بمجموعه الجرائم اللي تمت. اعتقد انها ممكن تساعدنا جدا اننا نوصل للجاني الحقيقي. وساكت ليه من الصبح؟ ما تتكلم. سعادتك انا عملت دراسه عن مجموعه الجرائم اللي حصلت خلال ال3 سنين اللي فاتوا تقريبا. طب يا ابني مش عرفنا بنفسك الاول؟ انا اسف جدا يا فندم. نقيب طارق فيصل. طارق فيصل؟ طارق فيصل غلاب؟ ايوه سعادتك. قول يا طارق كمل. زي ما قلت لسعادتك يا فندم هي نظريه كده وانا اطلعت سياده العميد جلال عليها. وقلنا ان الكلام ده مش سليم وقفلنا النقاش تماما. معلش يا جلال خلينا نسمعه. احنا في احتياج لاي حاجه تنهلنا الكابوس ده. بعدين يا اخي مش بقولك اسمعوا الشباب، ادوا فرصه للشباب. اتفضل يا شباب. متشكر يا فندم. من 3 سنين تقريبا تم القبض على تنظيم ارهابي كان ناوي يعمل تفجيرات في اماكن حساسه في البلد. بعد التحقيق مع امير الجماعه ثبت ان الجماعه دي كانت بتتعامل مع راجل شغال مع المافيا من اصل مصري، محدش كان عارف اسمه، عشان كده اطلقوا عليه اسم حركي. كل التحريات والعمليه اللي تمت عشان القبض عليه اتسمت باسمه الصياد. الصياد وبناء على التحريات يا فندم يعتبر تقريبا هو من اخطر المجرمين اللي تعاملوا مع الامن المصري، إن لم يكن أخطر مجرم جه مصر على الإطلاق. واتقتل. مات عملية عملناها. والملف ده اتقفل خلاص. واللي أنت بتقوله ده تضيع وقت. وقلنا الكلام ده 100 مرة. استنى بس يا جلال. وأنت إيه اللي خلاك تشك إن الصياد ده هو اللي نفذ العمليات الأخيرة بالرغم من كلام العميد جلال؟ حاجات كتيرة سعادتك. منها مثلاً إن الصياد كان أشول. وإنه قتل أكتر من مرة بنفس الطريقة اللي اتقتل بيها الضباط التلاتة. يمكن حد بيقلده. يا فندم المعلومات اللي موجوده في الملف بتاع القضيه بتاعته بيقول انه اكتر واحد عنده دوافع انه يقتل الناس دي. طب اسمه الحقيقي ايه؟ معرفش يا فندم ومحدش يعرف اسمه ومحدش شافه، يمكن ضابط وحيد بس هو اللي شافه وهو نفس الضابط اللي بيقول انه هو قتله. بيقولوا انت بتكذب التحقيقات اللي اتعملت؟ لا سعادتك طبعا، بس وارد جدا ان مجرم بالخطوره دي وبالتاريخ الاجرامي ده يكون زور موته يا فندم. وايه دليلك على كده؟ العمليات اللي تمت يا فندم هي الدليل الوحيد اللي موجود معانا دلوقتي. طب انت بتقول ان اسمه مش معروف ومفيش حد شافه قبل كده غير ضابط واحد، طب يمكن يكون اي حد من المشتبه فيهم دول؟ ممكن سعادتك. ممكن. طب ايه بقى الاضافه الجديده اللي انت اضفتها للقعده دي؟ خلونا نمشي ورا كل الاحتمالات، ولما نبقى نتعرف على الجاني نبقى نشوف اذا كان صياد جزار نقاش حتى. خلوا طارق يسميه التسميه اللي هو عايزها. أنا عايز الموضوع ده يخلص خلال 48 ساعة. تمام يا فندم. خلاص؟ ماشي. تمام. يلا.
بعد اذن ساعتك يا فندم، انا ليا طلب اخير بس. ليه يا فندم ما نستدعيش الضابط اللي قتل الصياد ونعرض عليه المشتبه فيهم اللي موجودين عندنا؟ لو طلع واحد فيهم يبقى فندم القضيه خلصت. اوه مفيش فايده، مش هنخسر حاجه يا جلال. بعد اذن سيادتك يا فندم، الطلب اللي بيطلبه سياده النقيب مش هينفع. ليه؟ الضابط اللي قتل الصياد الرائد سيف عبد الرحمن صاحب وزميلي من ايام ما كان بيشتغل معايا، وانا كنت قريب منه في القضيه دي. طب ايه المشكله يا فندم؟ طب ما نستدعيه ونعرض عليه المشتبه فيهم. مش هينفع، لان في مشكله صغيره هتخلي الموضوع ده مستحيل. مشكله ايه؟